بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كورس التشطيبات شباب بنتكلم عن بند الرخام وبنتكلم عن الأرضيات، أرضيات الرخام والجرانيت. بالنسبة كده كان في ملاحظة ما كنتش قلتها في الأرضيات بتاعة السيراميك والبورسلين، فأحب أنوه هنا المرة دي. هي موضوع صرف الأرضيات المخفي في أي مكان. تلاحظوا كده إن في صرف بأسلوب لذيذ كده جديد، إن أنت تقدر تصرف المية بالأسلوب ده. طبعا يعني النقطة دي كان نوه عليها صديق ليا، فبشكره جدا إن هو ذكرني بيه. فهنا ده الصرف، صرف مخفي كده بيبدأ بالشكل ده، يعني ما تقدرش تشوف، ممكن يبقى في نفس فاصل التمدد وأنت شغال كده تحط الإيه الجزء بتاع الصرف ده بالشكل ده. يعني أسلوب جديد غير أسلوب البيبة اللي إحنا عارفينه يعني. تمام، أسلوب زي الجريل بس رفيع جدا، وبالمنظر ده تقدر تشتغل بيه في أي فاصل زي فاصل التمدد كده تقدر تشتغل بيه. بيبقى بنفس المنظر ده، نفس فكرة فواصل التمدد بالظبط، هي ولكن بيكون بتجمع المية فيها وتقدر تصرفها زي ما حضرتك شايف بالأسلوب دوت بالشكل ده. الشكل ده يعني ليها كذا أسلوب. طبعا هنا ده في أرضيات انترلوك نفس الفكرة، هي دي البلاطات انترلوك وتقدر تصرف بيها البلاطات. طيب بالنسبة لتركيب البلاط بتاع الرخام أو الجرانيت بالشكل اللي حضرتك شايفينه دوت، بنبدأ الأول نجهز البلاطات بتاعتنا حسب بقى الأبعاد اللي هنشتغل بيها. طبعا المقاسات اللي قدامنا دي مقاسات كبيرة مهياش صغيرة، وبتكون تقيلة في الحمل عشان تقدر تنقلها من مكان لمكان وتقدر تبلطها، وبتكون محتاجة فنيات عالية وحرص عالي جدا وانت شغال. طيب تعالوا كده نشوف بيبدأ ينقلها ويبدأ يشتغل بيها. لاحظ هنا ان في خيط، لو حضرتك شايف الخيط دوت، هي نفس الفكرة بتاعت الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه في موضوع السيراميك وموضوع البورسلين، هو نفس الكلام نفس الأسلوب، بس بنذكر حاجات بسيطة هنا، ملاحظات سريعة يعني بنضيفها على الكلام اللي احنا قلناه في موضوع أرضيات السيراميك والبورسلين. هنا إن احنا ما ينفعش نشتغل بالمونة السمراء اللي هو بيشتغل بيها، ما ينفعش، لازم تكون المونة بيضة زي ما حضرتك شايفين. يعني مجرد إن أسمنت أبيض تقدر تشتغل بيه في الرخام والجرانيت بالشكل اللي حضرتك شايف دوت. يبدأ تحط الأسمنت الأبيض، ممكن تضيف عليه بعض الإضافات وتبدأ تشتغل زي البوند مثلا وهكذا. لاحظ ده شكل الرخام بعد ما بيركب، شكل يعني جميل جدا. ده شكل المونة اللي بيبدأ يشتغل بيها، بيفرد المونة كويس جدا جدا، لازم المونة تتفرد ما يكونش تحتيها فراغ، ما ينفعش ان يكون في فراغ. وبعد كده يشيل البلاطة يحطها فوق مكان المونة، طبعا لازم يكون تحت البلاطة كامل بالمونة الأسمنتية، ما ينفعش يكون تحتها فراغ أبدا، ولازم تكون كل المونة في مستوى واحد، يعني ما ينفعش يكون فيها مرتفعات ومنخفضات، يعني لازم المونة كلها تبقى في نفس المنسوب. يبدأ يشيل البلاطة ويحطها بالمنظر ده، وبعد كده يبدأ يحط عليها الميزان ويظبطها على الخيط. لو هو شغال لقى إن في تحتها فراغ أو إنها مثلا بتلب أو بتطبل أو أي شيء من الحاجات ده، بيشيل البلاطة ويبدأ يعيد الشغل بتاعه ويشيل المونة اللي موجودة ديت ويبدأ يعيد استخدامها. ده الخيط اللي بدنا نشتغل عليه. الخيط ده في غاية الأهمية، لأن هو اللي بيظبط يعني بيظبط لي منسوب وبيظبط لي استقامة البلاطات واحنا شغالين. بنبدأ نعمل المونة، نشد الخيط، نحدد الاتجاه اللي هنشتغل بيه والرسمة اللي هنرسم عليها، وبنبدأ نحط أول بلاطة بتاعتنا على الخيط بالشكل ده في الاتجاهين اكس وواي، ونكون واخدين زاوية على الخيط ومحددين مكان البلاطة دي، لأن هي دي البلاطة اللي هترسم باقي البلاطات بتاع الأرضيات. نفس طريقة اللي بنشتغل بيها في السيراميك هي نفس طريقة الرخام. هنا في الرخام أو في الجرانيت هنا تلاحظ إن في خيط مشدود، الطريقة اللي فاتت كانت في السيراميك، هنا في الرخام شايف إن الخيط ماشي مع نفس السوكة اللي ماشية مع البلاطات. والمفروض إن أنا كل ما أخلص مثلا مدناك أو كل ما أخلص صف بلاط أروح ناقل الخيط معايا وأبدأ أكمل الشغل على الخيط. فده شغل الخيط زي ما حضرتك شايفين، ويبدأ يظبط البلاطات على الخيط. بعد كده طبعا ده شغل المونة، بنجيب المونة ويفرد المونة تحت البلاطة، وبعد كده بنبدأ نجيب الميزان ونظبط البلاطات بالميزان كويس جدا، بحيث انها نضمن افقيتها ونضمن ان البلاطات كلها في نفس المنسوب، البلاطات الرخام. طيب بعد ما وزننا البلاطات بتاعتنا واشتغلنا عليها بالشكل ده بالخيط والمونة والميزان، في عندنا أماكن بتبقى فيها غلاية، يعني زاوية زي كده مثلا، مدخل باب، عند منطقة عمود، أيا كان. فبنبدأ نقطع الرخام مثلا بالصاروخ، ونبدأ نقطع الغلايق ديت، بنسميها غلايق، ونبدأ نحط الفراغات بتاعتها.
يعني منظر زي كده واخد زاوية، مثلا الحيطة واخدة زاوية 45، زاوية 30، زاوية 60، فبتبدأ تقطع البلاطات حسب الزوايا بتاعة التقاء الحيطة مع البلاط. نجيب الصاروخ بالشكل ده ونبدأ نقطع الشكل اللي احنا محتاجين له حسب المقاس والشكل، ونبدأ نحط الغلايق بتاعتنا. يبقى الفراغات الصغيرة ديت اسمها غلايق، تمام؟ يعني الأماكن الصغيرة دي بيبقى اسمها غلايق. لو الأماكن دي مشطورة بنسميها سمكة، والكلام ده أنا فصلته بالتفصيل في موضوع السيراميك والبورسلين. ادي شكل، ادي الصاروخ، وبيقطع البلاطات حسب الاحتياج للمقاس والشكل. الفواصل اللي ما بين الرخام في داخل الشقق يعني ممكن تبقى زيرو، مفيش مشكلة فيها. الفواصل دي بتبدأ تفتحها وانت شغال، يعني زي قطر كده، سكينة زي دي كده، بتبدأ تقطع تفصل بيها الفواصل كلها، تفتحها بالمنظر ده عشان تبدأ تحقنها بالكله او بالمواد اللي حضرتك شايفها كده، او بماده أو ابو جمل زي برضو ما بيشتغل. طيب هنا الجزء دوت في زي حفر كده موجوده في البلاطات، بنجيب معجون ونبدا نقفل بيها الفراغات دي كده كلها، ونبدا نسويها بالمنظر ده. بعد كده بنبدا نعمل حاجه اسمها الجلي، بنجلي الرخام، يعني مع الزمن اللون مثلا بيبهت، فبنحتاج ان احنا نعمل له جلي علشان يستعيد رونقه، يعني بنشيل طبقه مثلا مقدارها ملي مثلا من البلاطه او نص ملي، وبنبدا نشتغل بعد كده. تلاحظ ان هو ده شكله قبل وشكله بعد، فاللون بيبقى مطفي، فكل ما تجلي البلاطات كل ما الرسمه بتظهر والالوان تظهر، الرونق بتاعها يظهر. بلاطه زي كده مثلا رخام جاي الشكل بتاعها مرسومه في المصنع جاهزه، بنجيبها ونبدأ نشتغل بيها، ركبناها. بعد التركيب بتلاحظ إنها يعني المونة والمواد وقعت عليها، فالشكل بتاعها ما بقاش شكل غير لائق يعني، فبتبدأ تجيب الجلي وتجيبها بالمنظر ده. تجيب المكنة بتاعة جلي البلاط وتبدأ تقف على البلاطات وتبدأ تجلي الأرض كلها بالمنظر ده. في النهاية خالص بيطلع الشكل تحفة زي ما حضراتكم شايفين. فيعني دي برضو فيلا لصديق ليا في التجمع، ف يعني مهندس معماري عمل الشغل بالمنظر الجميل ده. هنا في مستويات بالنسبة للبلاطات. هنا تلاحظ ان في بلاطة زي كده، البلاطة دي اعلى من ديت، ففي فرق مستوى في الشغل. فقلت قبل كده ذكرت ان احنا احيانا من المراحل الديكورية لو مثلا ريسبشن واخد شكل حرف ال، او اخر الريسبشن ريسبشن طويل فعايز تقلل الملل اللي فيه، فاخر فراغ في الريسبشن بتبدأ مثلا تعمله على شكل مستوى تاني، بتبقى في مستويات في الفراغ. لو في الريسبشن مقطوع مثلا بعمود، فممكن تفصل المكان بمستويين بحيث ان انت يعني كأن في فاصل موجود هنا بالشكل ده كده. يعني معرفش بصراحة ده كان دماغه فيها ايه ان هو يعمل الشكل ده، يعني مساحة صغيرة ان هو يعمل فيها المستويين ديت، ولكن حب يعملها. فده اكيد كان عايز يميز المكان ده، هيعمل المكتب مثلا فوقيه، هيعمل مثلا كرسيين بس ديكور، يعني حاجة كده مكان تصوير، يعني مكان كده شكل بس مؤقت. لكن الفراغ الصغير زي ده ما ينفعش ان انا اقطعه بمستويين كمان بشكل مثلث، فمش لذيذة يعني، او وظيفيا مش صح. ممكن تكون في الشكل تكون جميلة وعجبية، لكن في وظيفيا مش معايا. ده شكل الدرجة الرخام اللي موجودة في الفرق بتاع المناسيج. هنهي الكلام في الفيديو ده بالأرضيات الرخام بتاعة الحرم. الحرم يا شباب طبعا الأرضيات كلها فيه بتكون رخام، وكمان بتكون 4 سنتي غالبا يعني في أغلب الأماكن، بحيث إنها تتحمل الأحمال اللي موجودة عليها، لأن في عدد بشر مهول بيتحرك فوقيها. كمان المعدات بتاعة العربيات التنظيف، فبتحتاج إن البلاطات دي تكون 4 سنتي عشان تقدر تتحمل الضغط ده. طيب دي النقطة. النقطة التانية، الحرم الرخام بتاعه معرض للشمس دايما، فالمساحات كلها مفتوحة معرضة للشمس، فلذلك بيحتاج فواصل تمدد. فتلاحظ هنا حضرتك إن ده فاصل تمدد، فده فاصل تمدد سيكون موجود بالشكل ده، والخط ده شباب بيبقى ممتد تماما لغاية القبلة، لغاية الكعبة ذات نفسها. وعلى هذا الأساس على الخط ده، الخط ده بيكون خط إشعاعي. طبعا المهندسين يعني خاصة المعماريين يعرفوا يعني إيه خط إشعاعي، فده التوزيع بتاع البلاطات. يعني هتلاحظ إن البلاطات هنا متوازية، البلاطة دي موازية للبلاطة دي، لكن البلاطة دي مشطورة والبلاطة دي مشطورة. ليه؟ لأن ده خط إشعاعي، فبين الخط الإشعاعي ده والخط الإشعاعي التاني اللي جنبيه هيبقى فيه بلاطات كلها
متوازية ما عدا البلاطة دي هتكون مشطورة عشان تاخد شكل الإشعاعي المنحرف اللي هو واصل متجه لحد الكعب. ده شكل البلاطات. طيب البلاطات مع الاستخدام ومع الشمس ومع الحركة فوقيها ومع العربيات اللي بتمشي، عربيات النظافة اللي فوقيها وعربيات الصيانة، فكل ده بيسبب تهالك للبلاطات الرخام اللي حضراتكم شايفينها دي، مع الوقت بتهلك ويعني ممكن بلاطات تتكسر زي ما حضراتكم شايفين، بلاطة تتشرخ بالمنظر ده، بيحصل شروخ. فطبعا بيحصل أحيانا صيانة مؤقتة بمواد سريعة، وبعد الوقت بيبدأ ينقله أو يبقى يستبدلوا البلاطات دي تماما. طيب لو بصينا بس في التوزيع بتاع البلاط هنا، تلاحظ إن ده خط مستقيم ويجي عند النقطة دي ويتكسر شمال، وبعد كده يبدأ يتكسر تاني. فهو ده معنى كلمة التوجيه، إن هو الخط ده بتاع البلاطات دي كلها متوجه اتجاه الكعبة في الاتجاه الإشعاعي، وكأن الكعبة مركز ومنها نقطة إشعاعية لكل البلاطات الرخام اللي موجودة، يعني البلاطات دي كلها متوجهة على اتجاه الكعبة على اتجاه القبلة. مظبوط. طيب فدي الصيانة في الصحن بتاع الكعبة ذات نفسه. هنا الرخام دوت رخام 4 سم زي ما حضراتكم شايفين، بيبدأ يجيب الرخام. الرخام ده سبحان الله ليه خصائص عالية جدا، هو بيمتص الحرارة وما بينقلهاش، يعني الناس تقدر تمشي حافية حفاة على الأرض بدون حذاء على الأرض ديت، والبلاط ده يقدر يمتص الحرارة بتاعة الشمس. فالبلاط ده بالسمك ده بالشكل ده، اللون الأبيض الجميل بالشكل ده، بيجي العامل بالصاروخ يفتح البلاطة اللي هو عايز يستبدلها، أو البلاطة المكسورة أو المشروخة أو المتضلة، ويبدأ يفتحها بالصاروخ، وبعد كده يبدأ ينقل البلاطات الرخام ديت، تحطها على الطبال الخشب اللي حضرتك شايفينها بالشكل ده، تخانات خشب بيرفع عليها البلاطات الرخام علشان يقدر يشيلها ويقدر يحطها، عشان يقدر يحط ايده من تحتها. طيب بعد كده يبدأ يرصهم، بعد كده يبدأ ياخد الشكل اللي هو عايز يقطع عليه البلاطة، يعني لو عايز يعمل شكل منحرف او شبه منحرف او ايا كان الشكل، لغاية ما يكون متوجه للكعبة تماما، ويعمل المونة بتاعته والمواد الاضافات اللي بيحطها، ويبدأ يشتغل عادي خالص. طبعا في النهاية أنا بشكركم جدا، وقبل ما أختم يعني بسأل ربنا سبحانه وتعالى إن هو يردنا للحرم يردنا للكعبة، ويمتعنا بالصورة اللي قدامنا دي، إن إحنا نكون واقفين في نفس المكان، ويحسن ختامنا جميعا رب العالمين. بشكركم جميعا، بسألكم الدعاء، جزاكم الله خيرا كثيرا، ادعوا لي وادعوا لأبي ولأمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.